بنتواصل معاكم في موضوعنا، بس حابة يعني أوضح شوية ماهية العنوان. نقول محتوى غير الهادف، نحن بس بنجمل الكلمة، لكن في الحقيقة المقصود من الحلقة دي المحتوى السيء، المحتوى الخادش. يعني أنا ما دايرة أطلق أي لفظ ممكن يكون يحسب لي لاحقا، لكن أنا ما منقصد الغير هادف اللي هو المسلي والمضحك، واللي ممكن يكون واحد بيشارك الناس تجربته مثلا في مطعم ما، في يعني في مكان ما، أو في بيلعب أو بيستخدم حاجة ما، فممكن يكون مشاركة للناس. فنحن أنا بس ما منقصد الحاجة العادية اللي ممكن تكون مضحكة ومسلية وظريفة وما فيها حاجة، نحن بنقصد تماما المحتوى الضار السيء الخادش اللي بيمسنا ونحن ما بنقبله. يعني أي بنتفرج عليه لكن لا، ما حقنا، ما بيشبهنا، حاجة بتصير استهجاننا، ده اللي نحن بنقصده هنا. ولعل انتشار عدد يعني من حاملي الميكروفونات، ما حنطلق عليهم مذيعين شارع أو إعلاميين أو كذا، منتشرين في الشوارع بأسئلة خادشة جدا، أسئلة فطيرة، أسئلة مقززة بيسألوها للشارع العام. للأسف انتشر المحتوى انتشار كبير جدا. نجد يوتيوبر تاني بيقدم فيه محتوى برضو ما جميل، ما حلو، ما بيشبهنا، ما كده التفاصيل دي، كل الموضوعات دي اللي بتحظى بانتشار، ودي اللي بتحظى بالترندات، ما يسمى بالترند. هسه في الفترة الحالية خلاص الناس بقت ساكاو، الناس عايزة ده، بقت يعني معظم الناس وانا ما بتكلم الكلام ده من عندي، النسبة بتاعة المشاهدات والمتابعات هي اللي بتتكلم، نسبة المشاهدة للتفاصيل دي هي عالية جدا، فالواحد بيحبط صراحة من الموضوع ده.